اتكلمنا يا جماعه قبل كده عن فوائد اوراق التين، مهمه جدا ومفيده لا تحصى يعني من كتر الفوائد. اليوم عايز اكلمكم هذه شجره تين صغيره هنضرب عليها مثل عند الاشجار الكبيره كلها في ظهر الحديقه. اليوم عايز اتكلم عن حاجه مهمه وسريعه ويا رب كله يركز معايا. الفوائد مش للاوراق، فوائد اللبن، الماده اللبنيه البيضاء اللي موجوده في اوراق التين. قبل ما نتكلم عايز اوريها لكم، بس يا رب نلاقي يعني، لان المفروض تكون الاوراق الكبيره، انا خدت واحده بس عشان اوريكم يعني، حتى الشجره هذه بصوا صغيره، يعني المفروض لما ناخد من فرع تخين ويكون الورق فيه. بصوا على سبيل المثال هناخد كمان واحده، المفروض ناخد ورق كبير يا جماعه، بس عايز اوريكم الماده اللي بتطلع منه اهي يا جماعه. بصوا الماده البيضاء المفروض انها الحين شايفين اهي بدات تتجمع، عايزين نشوفها الماده اللي بتنزل من هنا، المفروض انها بتبدا تتجمع، شايفين هذه الماده البيضاء، هذه اهي الماده اللي بدات انزلها من الماده الحليبيه اللبنيه اللي انتم شايفينها. طيب بنروح نجيب من شجره يكون فرع تخين ساق، يعني عود تخين اتخن من كده، لما نقطع الورقه تخينه هنلاقيها مليانه الماده الحليبيه البيضاء اللبنيه. يا جماعه بتفيدنا في ايش هذه الماده؟ طبعا الاوراق مفيده جدا في كل حاجه والثمار طبعا، لكن خلينا نتكلم دلوقتي عن فوائد هذه المادة البيضاء اللي بتطلع من أسفل أوراق التين من عودها الصغير. أي مشاكل جلدية تتخيلوها، وعن تجربة ودراسات وشوف دراسات كتير لدكاترة، كله بيأكد 100% المادة البيضاء اللي بتطلع من الأوراق ساعد قطعها بتفيد في أي مشكلة جلدية، زي عندك أي شيء صدفية، بهاق، أكزيما، تقاليل، تلول، خراريج، بقايا جروح، يعني الجرح نشف ولسه عامل تقرحات او عامل شكل وحش ونفسنا نضيعه، اي مشاكل من هذا القبيل، اي حاجه في الجلد، بقايا جروح، ناس كتير بتشتكي عندها بيكون في مشاكل، حتى التين يا اعزكم الله، صدفيه، اكزيما، اي حاجه في الجلد، بقايا الجروح، على طول بنجيب. وساعات يا جماعه من اول استخدام ناجعه جدا وبتبان من اول استخدام بتظهر، يعني حتى لو بقايا جروح زي كده نقدر نحط عليها هذه الماده زي ما انتم شايفين، هذه المادة بتتحط عشان حتى ما تخافوش. بصوا ممكن من أول مرة يبدأ يختفي مكان الجرح، أو لو عندنا حاجات التانية اللي اتكلمنا عليها، الورقة والثمار وحتى المادة اللبنية، الله أكبر، يعني التين رهيبة جماعة، مضادات أكسدة عالية جدا، بتحمي الجلد وبتحمي الخلايا وبتحمي كل حاجة، فأي حد عنده مشاكل جلدية عليه باستخدام هذا الحليب الابيض اللي طالع من اوراق التين. وكلام هذا مش كلامي، كلام دكاتره وعن تجربه ودراسات كتير، وببحث قبل ما بتكلم معاكم عشان يتعم الفائده يا جماعه. اذا اي مشكله بنقابلها بهذا الشكل. طيب لو عندنا تواليل، التواليل برضو الى حاجه معينه ممتازه يا جماعه، شايفين الغصن هذا؟ الغصن بالذات التلول عشان نطريه خالص، وبعد كده ممكن نلف عليه حبل ونقطعه. في الاول بنجيب يكون عندنا شجره بناخد فرع طرفي زي هذا، تمام، يا ريت يكون ناشف شويه، بنحرقه ونيجي على الطرف اللي اتحرق من هنا صار زي الفحم وهو لسه سخن، بنكوي بيه التلول. بعد ما بنكوي بيبقى سهل جدا ان احنا يا بيموت يا اما نقدر نلف عليه خيط زي ما كنا نعمل واحنا عيال اهالينا، وبعد كده بتقطع خلاص. اخر حاجه برضه عايز اشاركها مهمه جدا يا جماعه، اي حد عنده مشاكل في الشعب الهوائيه، اي حاجه في التنفس، طرد للبلغم، مشاكل في الرئه، مشاكل ربو، اي حاجه، نجيب الاوراق هذه بنغسلها، وبعد ما نغسلها نجيب ميه بتغلي ونحطها في اناء ونحط الاوراق في الميه اللي بتغلي، مش نغلي الورق، ونسيبها بتاع ربع ساعه لغايه ما تهدى خالص، ننقع الاوراق في ميه تكون مغليه، وبعد كده نسيبها لغايه ما تبرد وتصفر ونشرب، يعني معانا مقدار من يومين لاسبوع، هتلاقوا ما فيش اي مشاكل باذن الله تعالى في الصدر ولا في الجهاز التنفسي ولا في الشعب الهوائيه. احلى مسا عليكم. فوائد اوراق التين للجهاز التنفسي، وفوائد الماده اللبنيه الحليبيه اللي ممكن نستفيد فيها في أي مشكلة بتقابلنا في الجلد. أحلى مسا، ونشوفكم إن شاء الله فيديوهات تانية، ورب نكون استفدنا معلومة. أوراق التين وفوائدها الرهيبة في كل حاجة، الثمار، العود، أهي المادة شايفين يا جماعة بدأت تطلع منها، فأحلى مسا، الشجرة هذه كلها فوائد، ورب نكون استفدنا معلومة حلوة، والسلام، ختام، السلام عليكم.